يا اهلا بكم في كود ستارت مع محمد فتحي، وبنكمل سلسله الفلاتر ديفلوبمنت كورس. دي القناه بتاعتنا على اليوتيوب كود ستارت، يوتيوب كود ستارت. ما تنساش تشير وتسبسكرايب للقناه وتسيب كومنت او تسيب تعليق. بنحسن الفيديوهات من التعليق بتاعك، سواء كان الفيديو كويس فانت بتقول ان الفيديو كويس، او كان في مشكله في الفيديو فانت بتقول تعليقك عشان نبدا نحسن القناه. يبقى ما تنساش تشير وتسبسكرايب وتلايك للفيديو وتسيب تعليقك. النهارده ان شاء الله هنكمل على اللي اوت او الفلاتر لي اوت. اتكلمنا في المحاضره اللي فاتت على الرو والكولم، النهارده نتكلم بالتفصيل على اللي اوتس، حاجه اسمها الانترنسك ويتس والانترنسنج هايت. لو انا عندي بروجكت بالشكل ده فلاتر بروجكت بسيط جدا، هو عباره عن كلاس. الكلاس ده بيكسند الستيتلس ويدجت، وفي الميثود بيلد، وبداخلها الماتيريال اب، والماتيريال اب انا بحدد الهوم. الهوم عباره عن سكافولد بتحتوي على أبار. الأبار كل اللي فيه هو تكست مكتوب فيه انترنسنك ويدث وهايت، وبعد كده تكست في البادي مكتوب عليها اللو، وده الناتج بتاعنا. هنبدأ نتكلم النهاردة على الانترنسنك ويدث والانترنسنك ويدث والهايت بنحتاجه أما بنشتغل بيه أما يكون محتاجين نخلي السايز بتاع الويدجت واحد. تعالوا كده مع بعض نشوف المثال بتاعنا. هنبدأ هنا في داخل البادي، أنا كل اللي أعمله هنا أشيل التكست ده وهبدأ أضيف سنتر ويدجت سنتر، وبداخل الويدجت سنتر هيبقى عندي التشايلد، والتشايلد هيكون عباره عن كولم، والكولم هبدا بداخل الكولم هضيف هنا ثلاثة بطن من نوع ريزد بطن. فاقول هنا اول بطن هيكون التشايلد مكتوب عليه ده تكست، هنضيف هنا ويدجت تكست، وهنكتب هنا شورت كلمة شورت، وبعد كده الاون بريست. الاون بريست هتكون عبارة عن انونيمس فانكشن بالشكل ده، مفيش حاجة مكتوبة بداخلها. وبعد كده هبدأ اضيف بطن تاني، فانا هاخد البطن ده كوبي وبيست، وهنبدأ هنضيف هنا نص مثلا، هكتب هنا a bit longer، وبعد كده بطن التالت هيحتوي على نص اكبر وليكن مثلا the longest text بقى. لو انا عملت سيف دلوقتي هيبدا يظهروا بالشكل ده زي ما انت شايف، احجامهم مش متساويه. فالبعض بيقول احنا ممكن نستخدم هنا الاستريتش، ان انا اجي هنا في الكولم واضيف خاصيه الكروس، كروس اكس الاينمنت دوت استريتش، كروس اكسس الاينمنت هتساوي الكروس اكسس الاينمنت دوت ستريتش. فلو عملت سيف دلوقتي هتلاحظ ان هما بيسترتشوا للهول سكرين او الكونتينر الرئيسي او السكافولد الرئيسي، وانا مش محتاج كده، لا انا عاوزهم يبقى داخل السنتر ويكون حجمهم بنفس حجم اكبر بطن. فعشان كده نستخدم الانترنسنج ويدث. واحنا عندنا في السلايد بيقول هنا لو انت want to all widgets inside a row or column، لو انت عاوز كل الويدجت اللي بداخل الرو او الكولم تكون بنفس الطول او العرض زي اكبر او الاعرض ويدجت، احنا هنستخدم هنا الانترنسنج ويدث. والانترنسنج ويدث زي ما انت شايف اهو البطن مش واحد، هتستخدم الانترنسنج ويدث مع الكولم، الكولم هتستخدم مع الانترنسنج ويدث هيكون الناتج بالشكل اللي انت شايفه دلوقتي. وهتستخدم الانترنسنج هايت مع الرو. احنا كان في المثال بتاعنا عندنا كولم، يبقى اتفقنا نفس الفكره، بس لو انت عندك رو هيبقى انترنسنج هايت، لو انت عندك كولم هيبقى انترنسنج ويدث. تعالوا مع بعض كده نشوف. احنا في المثال بتاعنا موجود معانا دلوقتي كولم، فنستخدم انترنسنج انترنسنج ويدث عشان هو كولم كده، فاحنا هنستخدم انترنسنج ويدث. فانا هبدا هاخد هنا كل الكولم ده، هاخد كل الكولم، بداية الكولم هنا وادي نهاية الكولم، اخدها كت دي طريقة، وهاجي هنا وهضيف ويدجت اللي هو الانترنسنج ويدث. والانترنسنج ويدث ده هضيف له خاصية التشايلد، وتعالوا كده مع بعض نجيب الايميليتور معانا تمام بالشكل ده، وهضيف هنا باقي الويدجت اللي هي الكولم. يبقى عند الانترنسنج ويدث
التشايلد بتاعه كان عباره عن ايه؟ عن الكولم، الكولم بتاعنا. ولو انا عملت كده كنترول اس سيف، سوري، عملنا هنا كنترول اس، هتلاحظ ان هم بداوا بنفس الايه، بنفس الحجم بتاع اكبر بطن. هو ده الانترنسك ويتسي. طب الانترنسك هايت هنستخدمه مع الرو، مع ايه؟ مع الرو. لو انت عاوز تخلي الارتفاع بتاعك واحد لكل الويدجت فهتستخدم الانترنسك هايت. طيب ده كان بالنسبه للانترنسك ويتس والانترنسك هايت. تعالوا مع بعض نبدا نتكلم على الستاك. والستاك هو عبارة عن انت بتضيف ويدجت فوق ويدجت فوق ويدجت، فالويدجت بيبقى فوق بعض فبيعملوا ايه؟ بيعملوا اوفرلاينج على بعض. انت بتشوف بس الايه، الويدجت الاخر ويدجت اتضافت. فالمثال اللي هنبدأ بيه هو احنا هنا بنضيف البانر بتاعنا. فلو جينا كده مع بعض وضفنا بانر، هبدأ هنا في السنتر، ادي السنتر بتاعنا، بنلغي الكود السنتر بالشكل ده. ممكن في طريقة تانية نقولها بالمرة هنا، وانت بدل ما تاخد كات وبست انت ممكن تغير، تعمل هنا، توقف هنا لو انت عاوز، تكليك على الايكون دي كده وتقول له مثلا عاوز اراب مع ويدجت او اراب مع كولم او اراب مع كونتينر. ده هيعمل ايه؟ هيعمل رابر ويدجت. هنشوف الكلام ده واحنا شغالين. تعالوا مع بعض ناخد السنتر كده، هناخد كل السنتر هنا، ويدجت، ادي السنتر وادي بدايتها والنهايه، وهستبدلها بستاك ويدجت او كده. هستبدل ده بالستاك ويدجت، ستاك ويدجت. طب الستاك هنا هيبقى بداخلها ايه؟ هيبقى بداخلها تشيلدرن، تمام. والتشيلدرن هبدا هنا اول حاجه هعملها هيكون البانر، فبداخل البانر هبدا اضيف مسج ولوكيشن في ال، هبدا اضيف المسج اي مسج هنا ولتكن مثلا بانر ستارت، وده هيبقى اللوكيشن بتاعها. نجيب هنا اللوكيشن، هيبقى بانر لوكيشن، لوكيشن دوت توب ستارت. تعالوا غير ال هنا، اخليها توب ستارت. ده هيبقى مكانها في الشاشه بتاع الموبايل بالشكل ده. لو احنا جينا هنا وعملنا كنترول اي وديليت، وعندنا الموبايل بالشكل ده، الشاشه اللي قدامنا كده، وانا بضيف بانر. البانر ده بيبقى زي اللي انت شفتها كده، هيبقى اشاره او علامه بالشكل ده، هتبقى هنا. ده التوب ستارت هيبقى بانر هنا، التوب اند هيبقى كده في الحته دي، البوتوم ستارت هيبقى هنا بانر كده، ونكتب عليه اي حاجه، والبوتوم اند هيبقى هنا. ده اللي هو البانر. فانا عاوز اضيف بانر الاربعه بالشكل ده، فهبدا زي ما انت شايف معايا، ضفت اول بانر ومكتوب عليه توب توب ستارت، واللوكيشن بتاعه هيبقى في البانر لوكيشن فين؟ في التوب ستارت. التوب ستارت اللي انت شفته معايا دلوقت هو ده التوب ستارت، وده التوب اند، وده البوتوم ستارت، وده البوتوم اند. فلو رجعنا مع بعض تاني كده وضفت واحد تاني، ضفت بانر تاني، خدت البانر ده كوبي، ومعانا بانر تاني بالشكل ده، وهنا هيبقى مكتوب عليه توب اند، واللوكيشن هيبقى توب اند. وهنضيف واحد بعد كده تالت، كنترول في، وهيبقى مكتوب عليه هنا بوتوم ستارت، وهيبقى مكانه في البوتوم ستارت. وهنضيف واحد اخير هيبقى هنا في البوتوم اند، اند المسج، وهيبقى في اللوكيشن بتاعه بوتوم اند. ف
فلو جبنا كده الموبايل معانا وحبينا نعمل سيف بالشكل ده، هتلاحظ اللي ظهر بس ايه الطب ستارت، لان هو الطب ستارت اللي ظهر، لان هو هنا اول واحد ظهر، فهو الحتة دي اللي ظهر منه، والباقي بقى مش ظاهر، فاحنا محتاجين نظهر الكل. فانا هبدأ استخدم خاصية هنا اسمها الاكسباند، فهبدأ اضيف هنا خاصية الاكسباند. لو انت تلاحظ كده ان اللي ظاهر معايا هنا هو ايه في الستاك اهو، شايف الستوب ستارت ده اللي هو موجود، ده اللي هو وبعديه لو انت هتيجي بالترتيب كده الستاك اهو واضح جدا الستاك ده اول واحد هو اللي بيظهر، هو اللي فوق والباقي تحت منه، فكل ده مش ظاهر. فانا عاوز اظهر الباقي، فهعمل ايه؟ هاخد كده افت بحيث ان كل حتة يعني البانر هيظهر من الكل. ازاي؟ ان انا هبدأ افتهم كلهم، هخليهم يكسبان. فازاي الكلام ده؟ اجي هنا وهضيف الفت، خاصية الفت، واقول له هنا ستاك فت، ستاك فت دوت اكسباند. فلو عملت كده دلوقتي كنترول اس هيبدأ يظهروا الاربعة بالشكل ده في الاربع جوانب. يعني انت ممكن كده تتخيل ان هم عاملين بالشكل ده، كنت انت بتضيفهم فوق بعض اهو كده بالشكل ده الويدجت، كنت انت بتضيف الويدجت. فالستاك لو انت ضفت الويدجت بالشكل ده وبعد كده ضفت ويدجت تاني، فاخر واحد هو اللي ايه هو اللي انت شايفه هو اللي فوق. فاحنا اللي عملناه لو الويدجت ده كان مثلا كان فيه بالشكل ده اهو، احنا عندنا التوب ستارت اهي كده، فده فانا عملت ايه؟ عملت فت، عملت اكسباند. فانا هاكسباند ده كده وده مثلا تعالى هنا كان هنا اهو، فده انا هاكسباند فاخد ده كده وهاكسباند، تلاحظ فهاكسباند هيظهر معايا اكسباند، طبعا مش هتظهر معانا بالرسم قوي. المهم ان الجزء ده وانت بتاكسباند هيبقى مكانه هنا، وهتاكسباند ده برضو هيجي فوقيه وهتاكسباند فهيبقى كده، هيبقى كده تمام. فانت هتشوف الجزء ده وهتشوف برضو الجزء اللي موجود معانا وهتشوف جميع الاجزاء. هو ده فكره ان انا باكسباند، فبسمح ان الكل الايه كل كلهم يظهروا معايا. فلو عملت مع بعض كده قلت له اكسباند فظهروا كلهم في الموبايل بالشكل اللي انت شايفه معانا، كل واحد منهم ظهر البانر بتاعه في الشكل ده اهو تمام كده، لان الجزء ده والجزء ده والجزء ده كله ظاهر معايا. طب السلايد بقى بتقول لو احنا عندنا ده كان كده، طب لو انت عاوز تستخدمه مع الويدجت، لو انت عندك ويدجت بالشكل ده وعاوز تستخدم معاه الستاك ويظهروا الاثنين مع بعض، هتستخدم برضو نفس الطريقه، بس هتستخدم حاجه اسمها بوزيشن عشان تبدا تتحكم في مكان كل واحده منهم، لان انت لو ما اتحكمتش في مكانها هيجوا فوق بعض بالظبط. فطالما جوا فوق بعض مستحيل ان انت تبدا تعمل لهم اكسباند، لان انت هتكسباند ازاي؟ مستحيل تكسباند. فانت هنا كان في الجزء الاولاني هي كان اللوكيشن بتاعها، فانت كان اللوكيشن بتاعها في الجزء ده وهنا، انما انت لما تضيف السلايدز اما تضيف هنا ويدجت فوق بعض هيظهروا بالشكل ده. هتظهر لو ويدجت عاديه هيظهر ويدجت، والويدجت التاني ده في نفس المكان، هتيجي تحط واحده تاني هتيجي برضو في نفس المكان. لو عملت اكسباند مش هيظهروا لان انت بتكسباند الاثنين، انما ده كان بوزيشن بتاعهم مختلف. فانا اي بوزيشن اي ويدجت بعد كده عاوز اضيفها فاضيف معاها حاجه اسمها الويدجت. تعالوا كده نشوف مع بعض، ده الستاك وده التشايلد، هلغي البانر كل البانر ده وهبدا اضيف اول حاجه عشان ادي لون لل يبقى ظاهر قدامنا. فهستخدم حاجه اسمها ماتيريال، والماتيريال هستخدم لها كلر، والكلر هيكون colors dot yellow مثلا. فلو عملت سيف دلوقت هتلاحظ معايا كده سيف بأصبح كده الشاشة كلها لونها أصفر. هبدأ بعدها كده هبدأ أضيف بعد الماتيريال، هبدأ أضيف أول position ده عندي position ده element، وحدد بقى البوزيشن بتاعنا. البوزيشن بتاعنا هياخد خاصية الطب، والطب هنا هيبقى zero، والرايت او الليفت نديله خاصيه الليفت هيبقى زيرو، والتشايلد تشايلد هيبقى ايكون عباره عن ايكونز دوت ستار. ولو عملت كنترول اس ظهرت شكلها بالشكل ده جميل. لو حبينا نغير في اللون فلو قلت له هنا كلر كلرز دوت ريد colors
دوت ريد واديت كمان سايز 100 بيكسل فكنترول اس اصبحت بالشكل ده. ده كان اول بوزيشن عندنا. هنضيف بوزيشن تاني هاخد البوزيشن ده كده كوبي كل البوزيشن كوبي وهكرره مره تانيه بالشكل ده وهغير بس هنا مش هيبقى الايكون هيكون ايكون مثلا تعالوا نقول هنا ايكون هيكون كول والمكان بقى بتاع لو انا عملت كنترول اس هيجوا فوق بعض فانت هتشوف ايه اهو شايف لان كل واحده منهم مختلفه وكل واحده منهم ترانسبيرنت فانت شايف الايه او داخلين في بعض فانا هبدا اعمل ايه هغير مكانها وهتبقى هنا البوزيشن بتاعتها هيبقى من ناحيه البوتوم هيبقى زيرو والرايت هتكون برضو زيرو فلو عملت كنترول اس اصبحت في اللوكيشن بالشكل ده. هو ده كان بالنسبه لنا البوزيشن مع الستاك انا جبتهم بس كل واحده في مكان معين فبالتالي انت شايف الاثنين مع بعض. لو رجعنا تاني كده وشفنا السلايد اللي بعد كده اللي بالسلايد اللي بعد كده انا بدل هنا بقول لك if you don't want to guess the top bottom values you can use the layout builder to retrieve them. لو انت عاوز تعمل نفس الكلام ده بس ما تقول له بقى ما تحددش هنا البوتوم والليفت والكلام ده انت ممكن تستخدم حاجه اسمها ايه اسمها layout builder وده هنعمله مع بعض. ده اخر مثال معانا في الفيديو ده. لو انا جيت هنا واستخدمت هبدا اعمل ريموف ل الستاك اللي موجود معانا واستخدم حاجه بدلها اسمها اللي اوت بيلدر فانا هريموف الستاك موجود معانا كده. ده بدايه الستاك وده نهايه الستاك بالشكل ده وهبدا ريموف وهستخدم حاجه اسمها اللي اوت بيلدر اوت بيلدر واللي اوت بيلدر ده هنبعت له هنا حاجه اسمها البيلدر بروبرتي والبيلدر دي هتكون انونيمس ميثود هتاخد نيم بارامتر اول بارامتر هيكون اسمه كونتكست وتاني بارامتر هيكون من نوع كونسترينت ده هيمثل الشاشه اللي عندي الابعاد بتاع الشاشه وده هيريتيرن بقى هيريتيرن ايه ستاك ويدجت وبداخل الستاك هبدا نبعت كل اللي احنا كنا اشتغلنا بيه هنبدا ندي له الفيت هنا والفيت هنقول له هنا ستاك فيت دوت اكسباند دوت اكسباند وبعد كده هنديله هنا التشيلدرن والتشيلدرن معانا اول حاجه هناخدها الماتيريال والماتيريال هنديله اللون بتاعنا وليكن مثلا الكلر هيكون كلرز دوت ريد او تعالوا نقول يلو زي ما احنا شغالين وبعد كده هنبدا اللي بعد كده هيبقى بوزيشند بقى بوزيشند ويدجت وهتبدأ تاخد هنا الطب خاصية الطب والطب هنا هتكون زيرو والتشايلد بعد كده التشايلد هتكون ايكون وايكونز دوت مثلا كاميرا نغير كاميرا وبعد كده البوزيشن اللي بعد كده ممكن نديها كمان الكلر هيبقى كلرز colors dot red colors dot red والسايز كمان ممكن ندي السايز هنا بالمره السايز وليكن 100 بيكسل وبعد كده البوزيشن اللي بعد كده ممكن ناخد البوزيشن دي كوبي بيست او نيجي هنا وندي بوزيشن دي تاني اخيره فانا هدي هنا بوزيشن والبوزيشن دي هنا برضو بنفس الطريقه هنديها خاصيه الطب بوزيشن ده هتبقى الطب والطوب هنا هتبقى كونسترينت هنا الكونسترينت بارامتر كونسترينت دوت هديله هنا الماكس هايت هجيب الماكس هايت بتاع الشاشه هطرح منه ناقص الايكون سايز الايكون سايز احنا مديها بكام مدينا 100 فهنطرح منه 100 اهو يبقى انا هجيب الشاشه دي كلها الهايت بتاع الشاشه هطرح منه الهايت بتاع ده اللي هو 100 فهيبقى كده بالشكل ده تمام. بنفس الطريقه هنبدا ندي كمان الليفت هنا هيبقى المسافه من ناحيه الليفت هندي برده كونسترينت دوت الماكس ويدث هنطرح منه الويدث بتاع الايكون اللي هي برده 100
عرفنا ازاي انها 100، ما احنا مدين الايكون هنا السايز بتاعها 100 اهو، الديفولت تقريبا 50، فانا بدي هنا ايه 100 عشان اغير. والتشايلد اخر حاجه هيكون التشايلد، تشايلد للبوزيشن هيكون ايكون، وهندي هنا ايكون هيكون ايكونز دوت كول ماشي كول. وندي كمان ال السايز 100 و الكالر هيكون colors دوت ريد. وممكن ناخد دي بالترتيب كده عشان يبقى ايه ترتيبنا منظم. اول حاجه بدانا فيها في البوزيشن التشايلد كنترول اكس اهو، وقلنا بقى التوب التشايلد البوزيشن ده التوب بتاعه هيبقى فين. هنبدا ناخد الكونسترينت هايت، هناخد التوب يعني الكونسترينت هايت وليكن ده 1000، يبقى الطب بتاعه هنبقى عند 1000، بس 1000 هيبقى اخره هنا الشاشه نهايه الشاشه، فانا بطرح منها الايقونه السايز بتاع الايقونه دي الهايت. طب الهايت ده عرفناه ازاي؟ ما انت بتقول ان الايقونه دي الهايت بتاعها هيكون كام؟ 100، فانا طرحت بالنسبه 100، يبقى الهايت بتاع الايقونه دي هنسيب من هنا 1000 ل 100. طيب ومن عند الليفت، الليفت اهو قلت له انا هسيب من هنا الليفت الكونسترينت ليفت، او لو رجعنا للكود قلت له الكونسترينت دوت الماكس ويث ناقص منه ايه؟ ناقص منه 100 اللي هي هنا. فده قدرت اجيب الشكل ده، لو رجعنا عملنا ران قدرت اجيب الكونسترينت دوت الماكس ويتس، الماكس ويتس اللي هو الشاشه دي كلها، فانا بطرح منه السايز ده اللي هو 100، فتبدا من هنا، يبقى من الطب هنبقى من فوق لهنا، ومن الليفت من هنا لهنا هنبدا مثلا وليكن 500 يبقى 400 مثلا، لو كان ده كله 500 طرحنا منه 100 يبقى 400 على سبيل المثال. لو انا عملت سيف دلوقت هيبدا يشتغل ويدينا الكاميرا والايكون، وبكده يكون اتكلمنا على الانترنسك ويث والانترنسك هايت، واتكلمنا على الستاك. المحاضره الجايه ان شاء الله هنتكلم على الاكسباندد. ما تنساش تشير للقناة بتاعتنا على اليوتيوب وتسبسكرايب وتليف كومنت تحت الفيديو، سواء الفيديو عجبك او ليك اي تعليقات عليه، عشان نبدأ نحسن الفيديو زي ما نقول. الكلام ده مهم جدا يا شباب، تلايك الفيديو وتسبسكرايب للقناة وتشير القناة عشان نبدأ ننزل فيديوهات تاني، ونشوفكم ان شاء الله في محاضرة قادمة.